سيدات وسادة، بحيي حضراتكم وأهلا بكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة. سيدات وسادة، وحي حضراتكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة هنا من مناقشة رسالة ماجستير في قاعة مناقشات بكلية الهندسة، وهي رسالة تخص كلية الطب البيطري. تعرف على لجنة الحكم أو لجنة المناقشة والحكم. أهلا بحضرتك أستاذ دكتور محمد متولي محمد، أستاذ الباثولوجي بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، والمشرف على الرسالة والمحكم. أهلا وسهلا. عبد الله السيد مرسي، استاذ الباثولوجي بجامعه الزقازيق، استاذ باثولوجي متفرغ بكليه الطب البيطري جامعه الزقازيق، ومحكم في هذه الرساله. اهلا بك. امام بكر محمد، استاذ الباثولوجي وعميد كليه الطب البيطري جامعه القاهره، ومحكم في الرساله. اهلا. كلمني فندم بقى بوصف حضرتك مشرفا على هذه الرساله، يعني نتكلم عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الرساله باختصار شديد عباره عن بتتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولانية هي التسمم بالعناصر الثقيلة. في الفترة الأخيرة العلائق بتاعة الحيوانات أو بتاعة الطيور بدأ يحصل فيها نوع من أنواع التلوث بالعلائق الثقيلة، خصوصا موضوع الرسالة عن الكادميوم، وده بيؤدي إلى اضطرابات وظيفية وبيؤدي إلى بعض الآفات المرضية في الأنسجة المختلفة في السمان أو في الطيور عامة يعني، لكن السمان كان عنوان يعني موضوع الرسالة، وفي الحيوانات إجمالا، وده بيقلل من الإنتاجية وبيقلل من كفاءة الحيوانات. علاج التسمم بالعناصر الثقيلة ده صعب جدا ومكلف جدا، نظرا لأن في بعد اقتصادي في الثروة الحيوانية، يعني احنا مش هنعالج حيوان بأكتر من ثمنه. فكنا بنبحث عن بدائل، هذه البدائل تقدر تدينا تكلفة بسيطة وتدي نتائج كويسة في علاج الموضوع ده. من البدائل اللي احنا بنجربها ما اللي هو على الموضوع رسالة، اللي هو صمغ النحل. صمغ النحل ده اضفناه على المية الشرب بتاعة الطيور، طيور السمان، وادى نتائج واعدة جدا. مش ادى نتائج طبعا 100%، ولكن ادى نتائج تقرب من 70%، ودي نتيجة كويسة جدا. فيعني الخلاصة بنقول النتيجة ان هو بيعمل عملية تمخلب للكادميوم، فبيمنع امتصاصه، وفي نفس ذات الوقت لما بيمتص بالكادميوم ده بيعمل لنا حاجة اسمها اجهاد تأكسدي. الصمغ ده بيقلل من عملية الاجهاد التأكسدي، فبالتالي بيحافظ على أنسجة الكبد وبيحافظ على أنسجة الكلى والأنسجة التانية، فبالتالي بيقلل الخسائر او اللي ممكن تحصل، وبيزود من معدلات النمو الطيور، فبالتالي يعني اقتصاديا بيدي نتائج واعده جدا يعني. يعني اروح للدكتور عبد الله، يعني بوصفك بقى محكما، يعني التحكيم هنا بمثابه مناقش مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين. أولا الشكر للدكتور محمد متولي بالاختياري كمحكم لهذه الرسالة. رسالة الحقيقة بما يرضي الله، رسالة قيمة جدا جدا جدا، ورسالة مفيدة للطيور وللبني آدمين. والتلوث بالكادميوم موجود للأسف في حاجة اسمها السوج، اللي هو المنتجات بتاعة الحمامات، ودي كنا عملنا عليها بحث كبير جدا في السعودية، ولقينا ان حتى النباتات بتاخد هذه السموم وتتجمع فيها وتضر الانسان ضرر بليغ جدا، واكبر ضرر بيكون على الكبد. تمام. وده طبعا الانسان عباره عن كبد، اللي هو بيقوم بكل الوظائف الحيويه اللي موجوده في جسمه. تمام. فمن غير كبد الانسان ما يقدرش يعيش. فكل ان احنا نستخدم ماده انها تعمل كبح لجماع هذه الماده الضاره اللي هي الكادميوم كلورايد، وبالتالي احنا بنعمل خدمه للانتاج الحيواني وخدمه للانسان في نفس الوقت، لان ممكن يبقى حاجه في حاجه اسمها الكوميوليتيف افكت. لو الحيوان كل الكادميوم ده وتجمع فيه العضلات بتاعته والانسان كلها، ممكن يصاب بهذا التسمم. فرساله قيمه جدا وجيهه جدا، خدمه للطب البيطري وخدمه للطب البشري، واول خدمه للانسانيه، لان دي الحقيقه. انا لما شفنا في النباتات ان العناصر الثقيله بكميات رهيبه جدا جدا وضاره جدا
جدا جدا. فانا اشكر الدكتور محمد متولي على اشرافه على هذه الرساله، واشكر استاذتي واختي العزيزه دكتوره نريمان على الدكتوره ايمان على تواجدها معانا، واشكر الطالبه الحقيقه دي شكر خاص بيها لانها تعبت. وشعبه الباثولوجي او ماده الباثولوجي او علم الامراض دي ماده من المواد الصعبه جدا، تمام؟ تخيل كل الامراض اللي في العالم لازم تكون في دماغ الاستاذ، تمام، لما يجي يشرح محاضره او لما يجي يتسال في اي سؤال. فانا اشكرها واشكر عائلتها ان هم قاموا بها هذا العمل الجميل، واشكر الدكتور محمد على قبوله، الدكتور محمد متولي على قبوله لهذا الاشراف في هذه الرساله الطيبه. ربنا يبارك فيك، وان شاء الله دايما الطب البيطري دايما في خدمه الطب البيطري وفي خدمه الطب البشري، لان احنا الديفنس ميكانيزم او الفيرست لاين اوف ديفنس اجينست الامراض اللي موجوده في البني ادمين. وطبعا لما تعرف الحقيقه، حقيقه مره جدا، لما تعرف ان اكثر من 130 مرض، تمام، اسمهم زونوتيك ديزيز، بيتنقلوا من الحيوان او من الطيور، الحيوانات المشتركه، الله يفتح عليك، تمام. فدي اي حد يشتغل على حاجه تضر الطائر او تضر الحيوان، والحيوان او الطائر ده ماده غذائيه للانسان، فهو بيخدم البشريه الحقيقه. يعني انا كنت عايزه الايم اوف ذا ورك يكبر شويه، يعني على اساس ان انت المفروض ان انت بتعملي كمان اكسبلور او انفستيجيت البوتنشال اوكسيداتيف ستريس والريستوريشن للباثولوجي بالبروبولينز، فيا ريت تذكر الكلام ده يبقى موجود، ما تبقاش جمله مش في وسط الكلام. بالعكس، المفروض الايم اوف ذا ورك اللي انا بظهر الشغل اللي انا عايز اعمله، فيا ريت يتعمل. مش همشي معاكي في الريفيو ليتريتشر واقول لك ما اعرفش ايه سطر ايه والكلام ده، لا، بس في حاجات عامه نتفق عليها. الكدني اتنين، فبقول كدنز، صح؟ لان انا لا، في ساعات تكتبي كدني وساعات كدنز، هما اتنين فكدنز. التستس اتنين، لما اكتبهم اتنين بكتبها بالاي، لما بكتب واحده بكتبها بالاي، فدي برضو عامله قلق شويه. انا همشي معاكي على طول، ما تقلقيش يعني. هو كله على اساس لما بطلع الصفحات. ماشي يا فندم. صفحة 32 يا دكتور. الباراجراف اللي اوله صنف فلافونويدز. 32 صفحة 32. طيب ماشي يا مرحبا. ايوه امشي معايا كده لغايه الريفرنس. سياده العميده، يعني زي ما قال استاذنا ان البياطره هم حراس البوابه الاولى لصحه الانسان، مش عايزه كلام. اكيد طبعا. بتاسف على صوتي عشان انا عندي برد طبعا. الحقيقه هو دور الطبيب البيطري هو السد المنيع، او بنقول ان هو اول طريق الدفاع عن حياه الانسان، لانه هو الحارس، الملاك الحارس، لان لولا الطب البيطري كانت انتشرت الامراض اللي بتتنقل من الانسان للحيوان. زي ما الدكتور عبد الله قال ان حوالي 130 مرض مشترك بيتنقل من الانسان، من الحيوان للانسان، فبالتالي الطب البيطري يعني هو الحارس الامين اللي بيامن صحه الانسان. خلينا نتكلم بقى شويه عن هذا الموضوع، الرساله، وحضرتك يعني من خلال قراءتك لهذا هذه الرساله وهذا العمل، طبعا اكيد في جوانب يعني كتير مضيئه ومهمه زي ما قال الدكتور عبد الله. انا مش هضيف كتير على الدكتور عبد الله والدكتور محمد، هي رساله مهمه، لان هو حضرتك الايام دي بنتكلم على اذا كانت العلائق الغير تقليديه او العلاجات الغير تقليديه. ابتدى الناس دلوقتي يستخدموا المواد الطبيعيه لعلاج الامراض وعلاج التسممات، اذا كانت زي ما الدكتور عبد الله ذكر اللي هي المواد الثقيله او المعادن الثقيله. الرساله بتتكلم عن تاثير الكادميوم والسمي على ذكور السمان، واستخدموا صمغ العسل في العلاج. طبعا زي ما حضرتك عارف الكادميوم ده من الحاجات اللي بتاثر على الجسم، وخصوصا زي ما قال الدكتور. لو فسرناه علميا بقى، نقرب المصطلح للناس،
بالنسبة للكادميوم، أولا بيأثر على الكبد، بيأثر على الكلى لأنه بيحصل له اكسكريشن، كمان بيتركز في العضلات، فبالتالي مهمة قوي، لأن احنا وطيفر الحيوان وطيفر كان زي ما كانت مستخدمة السمان أو الحيوانات الكبيرة، احنا بنستخدم اللحمة، فاللحمة دي العضلات، فبالتالي الكادميوم بيبقى موجود، فلو الإنسان كله فيبتدي يعمل تأثير سمي عليه، فعشان كده هم استخدموا بقى الطرق الغير تقليدية للتغلب على سمية الكادميوم، ومنها صمغ العسل، ده من الحاجات اللي هي انتشرت خلال السنين القريبة اللي فاتت على أساس تحد من خطورة سمية الكادميوم. فالحمد لله، يعني أنا زي ما الدكتور عبد الله تفضل وشكر، أنا بشكر برضو الدكتور محمد متولي على دعوتي لمناقشة الرسالة، وإن أنا أكون في وسط كوكبة عظيمة النهاردة، بشكر الطالبة على المجهود اللي عملته، بشكر جامعة أسوان على الدعوة الكريمة، وهي بصراحة رسالة قيمة، وإن شاء الله يعني محتاجة كمان جهد أكتر في الأبحاث اللي جاية بإذن الله على هذا الموضوع، على أساس نوصل بكونكلوجن أو بخلاصة مهمة إن شاء الله. عنوان الرسالة الخاص بإفكت أوف بروبوليس أون كادميوم كلورايد induced toxicity in male Japanese quails. التأثير الوقائي لصمغ النحل على التسمم المحدث بكلوريد الكادميوم في ذكور السمان الياباني. باي إيمان نادي رشاد علي. بكالور فاكولتي اوف فيترينري ميديسين أسوان يونيفرستي 2019. Under supervision of دكتور محمد متولي. محمد متولي. بروفيسور اوف باثولوجي فاكولتي اوف فيترينري ميديسين زجاجيج يونيفرستي. المقدمة. In recent years, there has been a lot of focus on the pathogenic effect of heavy metals on the ecosystem, human health and animal health, as well as the development of innovative therapeutic approaches to lessen their toxicity. Cadmium is one of the most hazardous heavy metals that are continuously emitted into the environment, both from natural sources and human caused sources such as industrial processes, waste disposal and fertilizer manufacturing. Humans and animals can be exposed to cadmium via breathing air, ingesting food. السيدات والسادة، بيسعدني أن ألتقي مع الطبيبة والمعيدة بكلية الطب البيطري بجامعة أسوان إيمان نادي رشاد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. قولي لي بقى، النهارده اعتقد ده يوم مهم جدا في الذاكره لن ينسى، انك بتناقشي النهارده رساله ماجستير، قولي لي الموضوع، يعني اللجنه اثنت على هذا الموضوع. والله انا بشكر اول حاجه دكتور محمد متولي، هو تعب معايا جدا في الرساله، وكان ابديت دايما لاي شيء انا بعمله جديد، وكشكلا وكموضوعا هو اضاف لي كتير جدا 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 في الرساله. كعملي اقترح عليا حاجات كتير ان احنا نشتغلها بحيث تدي للرساله قيمه، زي الامينو هيستو كيمستري اللي هو اقترحه عليا، وفعلا الحاجات دي، الهيستو باثولوجي، الالكترون مايكروسكوب، كل الحاجات دي اضافت قيمه وادتنا نتائج كويسه جدا جدا جدا، ان احنا نقدر نشوف تاثير الكادميوم بالنسبه للسمان، وايه العلاج اللي احنا ممكن نقدر نعالج بيه السمان، مش كدرجز، ولكن حاجات معامله مساعده. طيب، او ادويه، لكن اشمعنى بقى السمان الياباني؟ لماذا يعني تحديدا؟ والله السمان ليه كذا فايده. اولا هو ليه بالصيني؟ ليه مش اي سمان؟ اشمعنى ياباني؟ لا، هو السمان الياباني المتوفر حاليا في القاهره او في مصر عموما، هو ده النوع المتوفر حاليا. غير كده كمان، هو المتر المربع من مساحه اي غرفه بيشيل 4 سمان. غير كده كمان، هو المناعه بتاعته قويه جدا، وفي نفس الوقت بيستحمل العناصر الجوية أو تغيرات الجو. الحاجة التانية كمان، إنه الغذاء بتاعه برضه متوفر وبسيط، وبالغذاء بتاعه بيبقى قليل، فبالنسبة لي أنا التكلفة بتاعته أقل يعني. النجاح ده إن شاء الله تهديه لمين بقى؟ النجاح أنا أول شيء بهديه طبعا لمشرفي ومحكمي، ولوالدي ولوالدتي والأسرة بتاعتي، وأي حد ساعدني وكان سبورت ليا، زي رئيس الجامعة دكتور محمد عبد الفتاح، وزارة المالية، موظفين، دكاترة، معادين، أي حد كان سبورت ليا في دعمه، فأنا طبعا بديله شكر وتقدير لاحترامه ليا طبعا. بقى في صفحة عندي كده في الأول قبل الكونتنت، اللي هي الليست اوف ابريفيشنز،
عشان انت عامله ابريفيشنز كتير قوي ومش حاطه ليست اوف ابريفيشن. فبس لو قبل الكونتنت بعمل جدول كده كل ابريفيشن انا حاطاه بكتب مثلا كادميوم سي دي بكتب جنبها كادميوم الكاسبيز مع بتاع كاسبيز وهكذا. ولما اجي اكتب في الرساله في متن الرساله جوه بكتب اول مره بكتب الاسم كامل وبين قوسين الاختصار وبعد كده اكتب الاختصار زي ما انا عايزه. فهمي؟ فدي ناقصه عندك في الكونتنت. دي انا زي الانترودكشن مثلا لانك ايه زي انت اول ما ابتديتي في انترودكشن سي دي اللي هو اختصار الكادميوم فنكتبه اول كادميوم وبين قوسين سي دي وبعد كده اكتبي اللي انت عايزاه بعد كده. برضو ابقى وانا بكتب الريفرنس اولا براجعها اللي جوه زي اللي بره موجود ولا مش موجود والسنه لان في انا وبعدين بولد كلهم بولد لان انا برضو في حاجات مزد مش بولد يعني. وفي ناس مثلا زي عمر اتقال هو في الريفرنس بره 2003 وانتوا كاتبينه هنا 2023 فاني الاصح دي هترجع لك. في حاجات جوه هنا مكتوبه وفي الريفرنس مش مذكوره فبرضو راجعي بقى الايه دي امثله. انا ما راجعتش الريفرنس كلها عشان ما ابقى امينه معاكي فانت دي مع الدكتور محمد يتراجع كل الريفرنس كلها بسنواتها يعني. سيدات والسادة بتمنى حلقتنا تكون نالت رضاكم حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم تحيات فريق العمل وهذه تحياتي. شكرا لكم وإلى اللقاء.